ننتقل الآن إلى ترتيب الأعداد. الآن كيف نرتب الأعداد؟ زمعي نركز. سأشكل الآن، سأشكل. دائما أحتاج إلى المقارنة، أحتاج إلى المقارنة لأرتب الأعداد. المقارنة هي التي تساعدني في الترتيب، مفهوم؟ لا أستطيع أن أرتب دون مقارنة. نبدأ، سأشكل أعدادا هنا. أضع العدد هذا، العدد الأول، ثم العدد الثاني، ثم العدد الثالث. ننتبه جيدا حتى نستطيع أن نقرأ الأعداد. ثم العدد الرابع، ثم العدد الخامس، خامس، ثم سبعة. الآن ننتبه الدرجة الزيادة. سنرقم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا من واحد إلى ستة، معناه من واحد إلى ستة من الأصغر هو رقم واحد، من الأصغر إلى الأكبر. نبدأ من الأصغر إلى الأكبر. من يأتي إلى السبورة الآن ليبين لنا أصغر الأعداد ولماذا؟ لماذا اخترت هذا العدد؟ إلياس العلاوي، اطلع سبورة إلياس، ماكش مركز معنا خلاص. ما هو أصغر العدد مباشرة؟ لماذا؟ لماذا؟ اضبط يدك مباشرة على 19، ربما هذا هو الأصغر، ربما هذا هو الأصغر، ربما هذا هو الأصغر، ربما هذا، ربما هذا. لماذا وضعت يدك مباشرة على هذا العدد؟ لماذا؟ لازم نشرحه، لازم نشرحه لماذا؟ هذا نقول أستاذ هذا هو الأول، أستاذ هذا وربما ليس هذا هو الأول رقم واحد، ربما ليس هذا هو الأصغر. إلياس، لماذا وضعت يدك على هذا العدد؟ نعم. خمسون، أنت وضعت يدك على 19 ليس على 50. لا، خلوه وحده. يلا ما عرفش ما عرفت شرح. يلا مكان. بسرعة يلا 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 بسرعة. ما هو أصغر عدد؟ أصغر الأعداد 19 أيضا، لماذا؟ الفوضى هنا في السيارة. أحسنتي. مباشرة ماذا فعلت؟ مباشرة نظرت إلى 10. أحسنتي دعاء. يلا سأعلمكم طريقة جميلة جدا، سأعلمكم طريقة جميلة جدا. يلا ننتبه جيدا. إذا هذا عدد، العدد الأول، ماذا سأفعل؟ سأبعد رقم العشرات عن الوحدات، وسأبعد رقم العشرات عن الوحدات، وهذا أيضا، وهذا أيضا، أيضا، والأخير أيضا. إذن أبعدت العشرات عن الوحدات. لماذا؟ لماذا؟ لأننا دائما عندما نقارن أو نرتب، أو نرتب مباشرة حسنت البصر مباشرة إلى العشرة. إلى العشرة، جيد. مباشرة حسنت البصر إلى العشرة. إلى العشرة، لا أنظر إلى الوحدات في المرحلة الأولى، لا أنظر للوحدات، لا أنظر للوحدات. ركزوا، بصر جميل جدا بصرائح. وهنا عندنا رياضة الذهن، والولدين الشطورين واللي شطورين نفكروا مباشرة نعرفوا أصغر الأعداد، الأعداد وأكبر الأعداد. إذا نتكلم وحدة نقول أنتم انتظروا، انتظروا فيما بعد. إذا الآن هل نكتفي بمرحلة واحدة مراحل أخرى؟ ماذا سأفعل؟ أربعة، ثلاثة، ثلاثة أصغر، واحد، عفوا، ثلاثة، واحد، نلعبوا مع الأرقام، نلعبوا معاهم. واحد أصغر، قلها ثلاثة، ارجعي إلى مكانك. واحد، خمسة،
واحد أصغر. واحد اثنان. واحد أصغر. واحد سبعة. واحد أصغر. إذن خرجنا الواحد. إذن ما هذا العدد؟ ما هذا العدد؟ إذن 19 هو الأصغر. نبدأ من 19. يلا. لهنا أو نكتب مباشرة ندور من 19. يلا اللعبة شوف لعبة هايلة، لعبة رائعة باش من بعد نلعبوا ياك. يعني كانكم تلعبوا كيما أنا اللي بنلعب. 19 هو الأصغر. يلا هنا اجلس ياس مع الجبدين. إذا وضعنا 19 هو الأصغر، إذا هو العدد الأول، هذا هو العدد الأول. سأضع مطاولة وسأبحث عن العدد الأصغر الآن. أي الأعداد الآن أصغر؟ يلا من يعطينا سبورة بسرعة بسرعة. عزيز، ما هو العدد الأصغر؟ ما هو العدد الأصغر يا ترى يا ترى يا ترى؟ ما هو العدد الأصغر؟ 50. صفر ولا 50؟ صفر. هذا أي رقم هذا؟ الوحدات. هل ننظر في المقارنة عند الوحدات؟ ماذا قلنا؟ هل ننظر عند الوحدات؟ لا لا. أولا العشرات. يلا نسري بسرعة، ابحثي عن أصغر عدد. هنا هنا خمسة أعداد، وأيهما الأصغر؟ بسرعة 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 بسرعة. يلا اسري بسرعة. أي الأعداد الأصغر؟ الأعداد ديري هكا، العدد مش رقم. قال 29. يلا مكانك، سنبحث سنلعب. جلوس جلوس جلوس. يلا نلعب اللعبة. أربعة تخرج الأربعة وتخرج الثلاثة، أيهما الأصغر؟ الأربعة. عودي إلى مكانك. تخرج الخمسة مع الثلاثة، أيهما الأصغر؟ خمسة. عودي إلى مكانك. تخرج الاثنان مع الثلاثة، أيهما الأصغر؟ اثنان. ثلاثة. عودي إلى مكانك. الآن اثنان. سبعة مع الاثنان، أيهما الأصغر؟ اثنان. إذا عودي سبعة لمكانك. إذا ما هو العدد؟ تصفيق على مصرين حقيقة. 29. جميلة أمريكا الجميلة. كفى؟ يلا الآن بقي لدينا أربعة أعداد. بقي الأربعة أعداد، أي الأعداد هنا الأصغر؟ من يأتي ليبحث عن أصغر الأعداد؟ يلا 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 يلا. أيمن بسرعة أيمن. جلوس البقية. فارس بقى في مكانك. اثنان وأربعة، أنت قلت اثنان وأربعة، مكانك. يلا لنبحث لنتأكد من ذلك. أربعة تخرج الأربعة مع الثلاثة، أيهما الأصغر؟ ثلاثة. أيمن قلت لنا أربعة، اثنين وأربعة. هنا أربعة، عودي إلى مكانك. ثلاثة هي الأصغر. تخرج الخمسة، أيهما الأصغر؟ ثلاثة. خمسة، عودي إلى مكانك. تخرج السبعة، أيهما الأصغر؟ ثلاثة. إذا العدد 35 الآن هو أصغر هذه الأعداد الباقية. يلا بقيت لدينا ثلاثة أعداد. إلياس بسرعة، أصغر العدد هنا، ما هي أصغر العدد؟ اثنان وأربعون. لنرى، يلا مكان لنرى إذ كان اختياره صحيحا أم خطأ. أربعة تخرج الأربعة مع الخمسة، أيهما أصغر؟ أربعة. خمسة تعود إلى مكانها، تخرج السبعة الآن، أيهما أصغر؟ أربعة. جيد، إذن هنا العدد هو اثنان وأربعة. يبقى العددان خمسة وسبعة. فارس بسرعة، أي العددين أصغر الآن؟ أي العددين أصغر؟ خمسة؟ نعم. خمسة عدد؟ خمسة رقم. جيد، ديروا هكذا. العدد ليس الرقم، العدد. يلا خمسة والسبعة أيهما أصغر؟ خمسة. إذا حقيقة الفارس خمسون، عفوا خمسون هو الأصغر، ثم السبعة والسبعون، وهكذا ركبنا ستة أعداد. لعبة جميلة أليس كذلك؟ جميلة.
عشر، تسعة وعشرون، خمسة وثلاثون، اثنان وأربعون، خمسون، سبعة وستون. إذا رتبنا هذه الأعداد من الأصعب إلى الأكبر. سنلعب لعبة الآن أيضا.